تقدرون تواصلون يعني على مواقع التواصل الاجتماعي اللي موجوده هنا، وتقدرون ايضا تدزون رسائلكم وتدزون الاستفتاحيه مال البرنامج. دائما نريد نستفتح بكم. وعندنا خبر مو زين، شركه اسيا سيل دقت بينا الناقصه، ما قبلوا يعطونا ارقام، يقولون موضوعنا مال البرنامج سنسيتيف. وشنو شو يسوي الاخ؟ شنو ريسكي وسنسيتيف، يحكي انجليزي. تدري احنا بباريس قاعدين، باريس زين، فما اعرف شنو الموضوع. المهم احنا نريد نتواصل وياهم الحل، نتوصل الحل وياهم، لانه يعني لازم يعطونا ارقام. ليش يا اسيا سيل؟ اصلا حتى انا احب النغمه مالتكم. يا جماعه اكو خبر كلش مهم، بالاضافه الى سلسله التغييرات الجديده بالقيادات الامنيه اللي يسويها السيد حيدر العبادي، اكو شخص كنا ما متوقعين انه راح يطلع. منو اخر شخص طلع من القيادات الأمنية؟ أقال السيد حيدر العبادي، وهو الوكيل الأقدم للوزارة اللواء عدنان الأسدي، فقد أعلن مؤخرا عن إقالته من منصبه. وأخيرا خلصنا، بعد ماكو ألينكيات وروبوتات تسوي عبوات ناسفة أوتوماتيكيا بطريقة مو يدوية، ولا أكو سرنجات. ليش دائما تجي هاي بيدي يا سبحان الله؟ ولا أكو أي شيء من هاي مسائل أخرى. وداعا عدنان، بعد ما نحتاجك عندنا محمد سالم وزير. نتمنى لك الموفقية والنجاح، وأكتب لك بالمقلوب لكي تبقى الذكرى بالقلوب. خلينا نشوف الخبر اللي وراه. تعيين السيد عدنان الأسدي مستشار رئيس وزراء الشؤون الأمنية. أكلنا أحل، صار مستشار رئيس وزراء، مجلسنا. أستاذ عدنان، تدري هذا المنصب أحسن من ذاك؟ والله احنا كنا نشاقه وياك اصلا، هاي كانت كذبه التشرين الثاني يعني. بس لا، وكلش لايق لك المنصب الجديد، مبروك. استاذ حيدر، ما دام صار سيد عدنان الاسدي مستشار لك، فاحنا نحب نقول لك على شغله. كل ما تلاص وتريد تستشيره امنيا جيبه، شي يقول لك سوي العكس، لان العكس هو الصحيح. هذا اللي عرفناه من تجربتنا وياه السابقه. ممكن نطلع من الموضوع، لان صدق راح ننعلس شباب، نرجع شوي للتسعينات. من التسعينات احنا علاقتنا كلش متوتره بالخليج العربي، وزاد التوتر بيننا وبين الامارات، بالذات عبعوب. اذا اريد نسال عبعوب ليش غار من الامارات، وليش بعده مصر على انه بغداد احسن من دبي، ايش راح يقول؟ بغداد افضل من دبي، وافضل من نيويورك، وافضل من واشنطن، وانا كلنا هذن زائر هالمدن. شوف اقول لك، وكل وحده نجيب لها ميزه. مثلا دبي، دبي تتحسر، شوف لك سوق شعبي، مو تحسها مو طبيعيه، وبالفعل من قلت زرق ورق زرق ورق الى حد العظم. بغداد يعني دبي للاسف من تدخل بيها ما تشعر بيها، يعني فجاه القميص مالك يلزق على ظهرك. اعوذ بالله، شنو هالمدن هاي اللي تخلي قميصك يلزق على ظهرك وعلى غفله، بينما بغداد اللي وراك يلزق على ظهرك. ابصر الصمون ابو فرتاح. زين، خلينا نشوف المحاور السياسي المحنك ابو الفيونكه حيدوشي. بس لحظه، انا وين شايف الحيدوشي؟ وين؟ ليش ما اتذكر؟ شباب ممكن تذكروني؟ تعزموني اذا ربحتوا؟ نعم. اوكي، عازميني اكيد حربحهم. شو راح اسوي؟ اول شيء اسوي هيك ما شباب مصورين اوكي، بيخلي نسمع اغنيه مال اوبا، هسه عرفت وين شايفه. حيدوشي، انا كنت متخيل انا شايفه كفيلم مذكرات مراهق، بس طلعت غلطان. هاي خلي نكمل ويا حيدوشي وابعوب، شلون اثنين في دول الله. شنو اهتمامات حيدوشي تجاه دبي، او شنو اكثر شيء اغراب دبي وخلاه يميزها عن بغداد؟ واحد عنده برج عالي، شنو يعني اعلى برج بالعالم، شنو الفايده؟ عنده فندق بيه، ما تعتبرها ترفيه؟ لا، ما تعتبرها انه تريح مواطنين؟ بس تمل منها. حبيبي، انت تعتبر البرج ترفيهي؟ انت من هذا النوع؟ الظاهر حيدوشي يحب الابراج، فيعتبر الابراج فد انجاز ترفيهي طويل الامد، ومعروف اي شيء طويل يونس ويجذب السياح ويريحهم. حيدوشي صعدك على البرج، انزل حبيبي، خلينا نكمل حلقه ما دام جبناها على الامارات. شنو ابرز شيء سوته الامارات بالاسبوعين الماضيين؟
83 منظمة صنفتها الإمارات كمنظمات إرهابية. جماعة الإخوان المسلمين تصدرت اللائحة الإماراتية. فهذا قرار أقرب للهزل منه إلى الجد، هو لا يستحق تعليقا. هو ما يستحق تعليق، بس الأخ اللي علق على الموضوع دقيقة 15 ثانية. شاف لبنان سهل لبنان. والله أنا ما أريد أحكي عليها ولا أريد أجيب غيبتها، بس هي شعرها معثق وأصلاً هي تلعب النفس وحاطة إكستنشن وميك أب قدس ليمة قدس ليمة، بس هي حلوة. يلا ما علينا بيها، معود الله يستر عليها، هي صمتة أهل أهلها، وهاي الله يستر عليها لبنان انتهت سقطت. زين هسه عرفنا إنه الإمارات حطت 83 منظمة وميليشيا على لائحة الإرهاب، من ضمنها 5 من العراق. يا أخي إحنا دائماً موجودين بيك إحصائيات، وبهاي المناسبة خلي نحتفل لأن حصلنا على المركز الأول بترتيب دول الشرق الأوسط حسب مؤشر الإرهاب الدولي لسنة 2014. لا مو بس هاي، يقول لك CNN تقول إن العراق أحرز 10 من 10 باعتبار إنه أكثر المتضررين من الإرهاب. حتى بالإنشاء أخذنا درجة كاملة. إحنا من ننزل للساحة نسحلهم سحل وما نقبل المركز الثاني، من ما نطلع إذا مو مركز الأول. فساد إداري، جواز، كله. مبروك الفوز شباب، وأخيرا قدرنا نعوض خسارتنا بخليج 22 وأخذنا مركز أول على الشرق الأوسط بقيادة المدرب السابق نور المالكي. وللعلم إن قطر بالمركز الأخير، يعني غلبناكم غلبناكم. نرجع الموضوع لائحة الإرهاب اللي حطتها الإمارات. من جماعتنا المشاركين بالعملية السياسية ذكروا بها، وش راح نتهم الإماراتيين كالعادة من نقعد نصفط حكي على العالم ورا ما نتكافى شوية دولة ما هم ولا أداة تنفيذية لإسرائيل وإلى أمريكا الشيطان الأكبر وإلى تركيا. اليوم هل هنالك أصابع وأيادي خارجية دفعت الإمارات لإعلان هذا المنظمة؟ بلا شك أن تكون أيادي أمريكية؟ نعم بلا شك. الإمارات مؤخراً انضمت لهذا المشروع. ما صدر من الإمارات ودول خليجية أخرى وخير دليل على تبعيتها لأمريكا وإسرائيل. كنتم قد لوحتم إلى هذه الفصائل الشريفة على لائحة الإرهاب، فإننا سنضعكم على لائحة جهنم. اليوم نلاحظ أن بيت الفساد، بيت العمالة، بيت الذيول. أفهم من كلامك اليوم هنالك ربط يعني ما بين هذا الموقف ودخول داعش إلى المنشر؟ نعم نعم صدق والله. جيت رحت الإمارات شريرة، بعد أنا أبالي قطر والسعودية وتركيا وبرزاني وإسرائيل وأمريكا وأثير وأخوه هم اللي طببوا داعش للموصل. طلعت الإمارات وانا دا اقول حسين جسمي ابد ما ارتاح له خاصة الهورا ما ضعف. ليش؟ احنا نحبكم، نحب اغانيكم، ودائما انا وولد نرقص هاي الرقصة. طلعتم متورطيني بدخول داعش للموصل؟ فوق ما طلعتونا من خليج 22 و21 طلعتونا من الموصل؟ زين شنو الاجراء اللي ممكن نتخذه احنا بعد، او شو ممكن الاجراء اللي تتخذه بعض الاحزاب اللي اتهمت هذا الاتهام بعد هذا التدخل من الامارات؟ وفي حاله اقولها وصريحه، وفي حاله ردتم تدخلون المعركه مع المقاومه الاسلاميه او مع العراق، فتذكروا حرب 73، فالعراق قادر ان يحارب العالم. هاي شنو حبيبي اللي تحارب العالم؟ صدق والله هاي شنو انت حياتي؟ العالم ده يحارب يمنه، ليش ده يحارب العالم؟ هاي شنو هاي؟ تصريحاتك هاي؟ حلو. وبما أنه نجحت الخطة مع الحصان الخشبي اللي سويناه، هاي الخطة راح نعطيكم إياها لوجه الله، أخذوها من عندنا. أي دولة تريد تحارب، أي دولة تريد نحارب إحنا، انتزلها أول شيء حيدوشي مثلا فرنسا بحجة يقولوا له تعال راويك البرج مال إيفل، هو يسعد حتى يستكشف لنا المواقع المهمة بهاي الدولة حتى نضربها وبحجة البرج همات. المرحلة الثانية ندز وكيل وزير الداخلية عدنان الأسدي، لا قالوا من منصب ترهم، خلاص ألغي الخطة شباب، ألغوها ألغوها أخوان، خلاص هذا هو. زين حيدوشي فوق بعد على البرج، يلا يلا هو مرتاح مرتاح. خلينا من الحرب ونشوف، ما دام إحنا تربطنا علاقة كلش قوية بالإمارات، بلكي اكو احد مثلا محلل سياسي شيء يخليهم ينقهرون ويذكرهم بموقعهم مكانهم حتى يتراجعون هذا القرار. كل العتاب على بعض الدول العربية من دول الجوار وخصوصا دولة الامارات الشقيقة. شنو شلنا رحنا بصف الامارات؟ صدق
أنا آخر مرة شيكت الإمارات ما كانت من دول الجوار. ما شاء الله شنو حبيبي؟ هاي شفت الأول بالجغرافيا؟ الله. أوكي بين الأمور مليوصة إلى درجة صارت الإمارات من دول الجوار. زين هسه أكو نعترف إنه صار أكو توتر بين بعض الأحزاب العراقية وبين الإمارات. وبما أنه إحنا تربطنا علاقات طويلة الأمد ويا حكومة وشعب الإمارات. وكلنا بيوم من الايام كنا نحلم انه نروح هناك ونشتغل حتى نطق. فلهذا لازم يتدخل الاعلام حتى يهدي النفوس، مو مال نعلقها ويا دولة اخرى، كافي اللي عندنا يعني. وحتى نثبت لكم اندري انطيني اكثر اعلامي محب للسلام والاخوة، خلي يتدخل ويحاول يصلح الشرخ اللي صار بين بعض الاحزاب بين الامارات. انا اليوم اعلن ان الامارات هي دولة الدعارة العربية المتحدة. حتى الإمارات الآن تسير في ركب النذالة، ركب الخسة والعمالة لليهود. الإمارات الإرهابية، إمارات الدعارة الإرهابية. عم أنتوا ناس ما لها الدعارة، أنتوا شو تبلغوا الجايب هاي مالتكم؟ هو ذا أنتوا ما تقودون هم يطبين. شنو شنو إيش قال آخر شيء؟ لا لا إيش قلت عمو صباح؟ لا بس هي هاي الكلمة اللي ببال حكم نفسها. لا لا صدق ماذا أصدق؟ ممكن أطلب إعادة، ممكن أطلب إعادة. هو ذا انتم ما تقودون هم يطبن تبن. لقد وقعنا في الفخ. تقصد سمسار الفاحشه، الشخص اللي يجمع راسين بالحرام؟ عادي تقولوها بقى على الهواء وفوقها عممت الصفه على شعب كامل. انت لازم يختاروك اليو ان كسفير للاخلاق هاي ظلت يمهم بعدين. ليش عمو صباح؟ مو الامارات جيراننا، واحنا يعني تدري أعزائي في دولة الإمارات الشقيقة. عمو صباح شوية يعاني من هالوسخ غريبة نوعا ما، والدليل أنه يسوي شغلات لا يمكن كإنسان أن يستوعبها الإنسان الآخر. شو تقول يا شوفيني، راح يردون وزارة الخارجية لو لا؟ أنا بيني وبينك أول شيء هنيك على أنه أكو دولة صارت باسمك، دولة الحمارات العربية المتحدة. هي شكو بها؟ والله العلي العظيم عمي أنت تشرف ثلاثة أرباع رؤساء العرب، يعني زين اذا دوله باسمك شكو بيها. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لا ما توقعت لهالدرجه صراحه يعني. لا اكو نقاش صار عمي، الرجاله تخربطت موازينها حيل. شباب قناه العهد بشرفكم احد يحكي عمو صباح؟ عم انا نقهرت. عمو سوي لي اد على الفيسبوك انا احكي وياك من عندي وقت. دقيقه كامله يحكي ويا الحمار. يعني تخيل انت شلونك مرتاح حبيبي؟ اوكي شنو هاي وسخاي على وجهك؟ يمكن مصدق انه الحمار دي سمع، ترى الظاهر هو من هو صغير كان عنده ذول الاصدقاء من الخيال يحكي وياهم، مرات حايط مرات حمار مرات يصبح علينا بطريقه غريبه صراحه يعني. هسه عمو صباح بما انه اعلن الحرب على الامارات فاكيد راح يستعين بمصادر الموثوقه كالعاده، مثل سالفه الضابط ابو طه الهيبي اللي طلع مو ابو طه الهيبي. طبعا وفق موقع ميدل ايست اونلاين دبي. ميدل ايست؟ بس نعرف اكو ايست ويست. ايست هذا وين اتجاهه بالضبط يعني؟ نقول له وين؟ والله انا طالع ايست، وين صاير هذا؟ زين بعد المصدر الاخر شنو عمو؟ واوضح الصحيفة 7 داينز. مثقل على الغداء اليوم عمو؟ كأنك تدور 7 داينز؟ ليش مو بيبسي داينز هم زين للمعدة؟ اكو صودا داينز هم. بعد شنو المصدر الاخر؟ من جهتها قالت صحيفة فاينانشال تايمز. لا لا اكيد 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 انك تعمل صباح اكيد. بالمناسبه ترى هو عنده حس فكاهة كلش رائع يعني، لا عبالكم. وكان خلاهم من كل قطر اغنيه، والاغاني الخليجيه كلها حلوه، وقطر سريع الاشتعال، وهالقطر عندهم موزه، والموز حق موز الكرفهم ان شاء الله. يا والله وصراحه هاي التحشيشات مالتك كلش قويه، قويه ما طالب طالب القرغلي، قرغلي لو قرغلك. كل هذا وأكثر تجدوه في كتاب 69 نكتة ونكتة لتأليف عمو صباح. ملاحظة الكتاب زائد 18. عمو أكيد راح تقعد تحمل إمارات منية بفت شيء أنت مالك علاقة به. والآن مع فقرة منية عمو صباح. وحولهم من المنطقة الحيوانية إلى المنطقة الآدمية، والظاهر أنتم ما زلتوا بالمنطقة الأولى وما زلتوا بحاجة إلى 7000 سنة من
اكتشاف أور من أجل أن ينقلوكم وأنتم في حداثتكم الأمريكية وأجهزتكم الجديدة إلى منطقة جديدة في أور. أنتوا بسياراتكم الجديدة وبنياتكم الحديثة المتطورة وخاصة هاي الدائرية اللي طاب نصها بالقاع الماسونية وبرشكم اللي يريد يصعد عليه حيدوشي وكهرباكم البيت الطفي وشعبكم مرفه ومرقتكم اليومية بها لحن. احنا زين؟ عزيزي عمو صباح والإعلام اللي نفس وجهة نظر عمو صباح، الإمارات صدرت لائحة الإرهاب بها 83 منظمة كلها متورطة بدماء ناس، ومحاولة تسويق الموضوع على أنه الحشد الشعبي ضمن اللائحة هاي محاولة يمكن فاشلة، لأن الإمارات ما جابت طاري شباب الحشد الشعبي اللي يقاتلون داعش. اللائحة ضمنت 5 ميليشيات تتهمها الإمارات وأمريكا وهواية دول أخرى أنه هي مسؤولة عن إراقة دماء أبرياء حالة حال داعش حسب ما تقول هاي الدول، ومحاولة دمج شباب الحشد الشعبي ويا الميليشيات كلش واقفة. بس ما يخالف، يجوز ما مفتهمين، أرجع وأقول الميت ميتنا وإحنا نعرف شلون منبوش الصفحة. نلتقيكم بعد الفاصل. يتذكر المشاهد مسلسل الحسناء والوحش الذي كان سعة الخط تستوعب يعني بشر يدخل في هذه الخطوط. نعم لدينا مثل هذه الخطوط. He comes from a secret place far below the city streets, hiding his face from strangers, safe from hate and harm. He brought me there to save my life, and now wherever I go he is with me in spirit, for we have a bond stronger than friendship or love, and although we cannot be together we will never ever be apart. اهلا بكم مره اخرى. اكو لغز حرنا بكيفيه فك شفرته الاسبوع الماضي، فتشي كلش دوخنا، قناه فضائيه صدمتنا، والان مع لغز الاسبوع. شمس رصيدك في الحياه. شمس بعدين راح تعرفوها. شمس شنو هي؟ شمس ما حد يقول يعني. شمس هي الحياه الامل، بس اكيد مو بالصيف. غير واحد يقول لي حتى اعرف شنو الشمس. اني اقول شمس مو شمس، ترى واضحه برنامج يعني، وبرنامج اسمه شمس. شمس ما يراد لها يعني. شنو جو الغموض هذا اللي انتم بيه؟ المخرج التركي اللي وياكم شنو وضعيته؟ بعدين المفروض تطلعونه من الخضر اكثر واحد من الاعلام، وعلي شيلوه، علي اطلع على اللاوي افلت. بس لحظه رجع لي بعد شويه. بعد هاي منو حيدوشي؟ ايش رجعت؟ الحمد لله على السلامة. اشتراقات من فرنسا وجوزي ورباط مدري ايش بيه كلش اوفر. الله ايش بيسوون بيك على البرج؟ يلا خلينا نكمل حلقة. خلاص خلينا نكمل حلقة يا جماعة. احنا بالعراق عيون العالم مفتوحة علينا، كلش مفتوحة الى درجة مو طبيعية. يمكن هو هذا السبب اللي دي يخلي وضعنا مدى يتصلح ابد. هنالك الحسد والغيرة على التجربة العراقية على رغم كل معرقلات المعلقات التي وكل الدول حتى الآن الدول قرب المراحل الانتقالية كان يعاني من هذه المعاناة. حقهم يحسدونه يعني. عندنا عبعوب وعدنان الأسدي مستشار رئيس الوزراء حبيبنا وتاج راسنا العلم ال 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 العلم وداليا نعيم، وهذا الحسد أثر على حياتنا بشكل مباشر. من وراء ما العالم فاتح عينه علينا قمنا نعاني من أزمات هواية وما كانت عندنا قبل أبد. في بلد نفطي مثل العراق تصل سعر قنينة الغاز إلى أكثر من 40,000. في العاصمة العراقية بغداد وفي نينوى الأنباء تتحدث أن سعر قنينة الغاز تجاوز 70,000. قنينة الغاز ب50,000 دينار وماكو. وصل لنا السرون قال خلاص. إحنا سب 2014 غاز ماكو. هو الموزع اللي جاي يأخذ الغاز جاي يضمه. وين يضمه؟ والله خويا هاي كلها اشاعه وغاز خير من الله وما يعني غاز ما عندنا. ما دام حلفت هاي انا مصدقك ماكو ازمه. لا ليش نسوي حلقه اساسا؟
نلتقيكم في حلقة قادمة إن شاء الله. إلى اللقاء. شكرا جزيلا. عشتكم شباب. فاش حلقة خفيفة ولطيفة وسريعة. بس جيبوا لي شاي في دول. ودائما نشتغل هذا الستايل من هنا رايح. على السريع. أستاذ أحمد بس شاي ماكو ولا غاز ماكو؟ أوكي جيب شاي. بيبسي العفلات. عندنا بيبسي بدون غاز. ليش بدون غاز؟ شنو المشكلة؟ بيبسي. ماكو غاز. لا شنو هذا الغاز اللي داش تمه؟ صدق حكم؟ خلاص مشاهدينا الظاهر اكو فعلا ازمة غاز طبخ وبالمقابل اكو وفرة بغاز اخر اذا لازم نكمل حلقة. هسه اكو ازمة غاز طبخ حقيقية نعاني منها. الاستاذ سعد المطلبي عضو مجلس محافظة بغداد كتب فتشي على الفيسبوك كلش حلو. كتب وزارة النفط اين الغاز؟ يعني نسوي اكل على الحطب لو شلون؟ وين جماعة تل خمس نقاط؟ اشو ساكتين؟ كل صوج حكيم شاكر. حشاشة مسعود. قوية قوية. كذب لا تكتب اشياء كوميدية لا تحاول تنكب نهائيا. بس صدق خلينا نتساءل منو السبب هاي الازمة مع الغاز؟ اياد علاوي. لا ترى لحينا هواي خلاص غيرنا شباب الموضوع غير اياد علاوي هالمرة صدق. بمناسبة علاوي ما تحس الوضع عاوي؟ دير بالك تلبس قميص ماوي. للمزيد من النكات الجميلة والرائعة اطلب الان كتاب عمو صباح 69 نكتة ونكتة. لا صدق منو السبب الرئيسي بهاي الازمة؟ الان كل عائلة خلينا نتحدث احنا عن ساكنين بغداد. نعم. اذا كل عائلة عندها ست دبات وهي كانت مالية بس اثنين والان تطلع تروح تودي للمحطة اربع دبات غاز اكيد تصير ازمة. ولكن علينا انه باستقبال الخبر بطريقة اخرى. يعني حلو حدك كمواطن دبتين متروسة والاربع الفارغات اكو قماش هذا اللي بيورد مال اورزدي اللي تلبسه دائما السيدة حنان الفتلاوي جيب لك مترتين وغطي الاربع دبات الفارغات وانساهن ورا البيت. هسه يعني بس حتى تكونون بالصورة قائمة المحددات او الليمت مالتك اللي هو عبارة عن دبتين غاز متروسة وتقتل واحد فقط بالحياة مثل ما قال عمو صباح. فتريد تقتل جيرانك اللي تكرها وتاخذ دبات غازة راح تضرب دبتين بآدمي واحد يعني. زين هسه احنا نريد نعرف فعلا منو السبب الحقيقي بأزمة الغاز بالإضافة إلى المواطن. هذه كلها من الدول المجاورة أولا ومن الولايات المتحدة ثانيا وثالثا من الحكومة الجديدة. حكومة هاي هي منسلة لهؤلاء. هاي اللي جاءت اغتصاب مو بانتخابات. ومن ننسى إسرائيل والإمارات وقطر وروسيا وأستراليا ومالي الدولة الشقيقة. إذن هناك أيادي خفية وراء الموضوع. أيادي خفية كانت وراء اختفاء الغاز. من هي تلك الأصابع؟ هل هي أصابع أوباما؟ أم هي أصابع أردوغان؟ أم هي أصابع العروس؟ والعروس تريد فلوس والفلوس تغير النفوس. ها ها ها. لمزيد من هذه النكات الطريفة اشتري الآن كتاب عمو صباح. أوكي نرجع الموضوع نشوف. أين الغاز؟ الغاز مو حزورات. ها ها ها. اشتري كتاب عمو صباح. كافي عاد كلش تلا بالترى ترى صارت ملحة ملحة لو حامضة. عمو صباح والله ما ادري من جبت لنا السوالف خاطر الله خليتك ليش ازي مستواي. حلو هسه عرفنا انه سبب الازمة اول مواطن عراقي وامريكا. بس لحظة احنا اصلا بعدنا نستخدم الغاز بالطبخ اساسا؟ العراقية على الاكثر يعتمدون على النفط ويعتمدون على الطاقة الكهربائية ولان هذه الطاقة الكهربائية جيدة جدا. طيب ما هو دور الجهات الرقابية في وزارة النفط سيد عبد الحسين؟ لا يعتمد عليه في الوقت الحاضر بالشكل اللي كان يعتمد عليه في العام الماضي مثلا. اي صحيح هسه كلنا نطبخ الطبخات الكهربائية والمايكروويف. فايخين يا اخي شعب يعاني من الترفيه الزائد عن اللزوم. بعدين تعال انتوا ليش تطبخون؟ اكلوا فواكه بروتينات والياف وسكرين وخضورات. لو الا ثريد سوي كوليسترول وجلطة لو ما نص العراقيين ميتين من ورا الدهن. واحنا نلتهي هسه نعوف داعش ونقعد نحير بيكم بالمستشفيات. والله صاعد الضغط والسكر من ورا التمن والمرق اللي 24 ساعة تسرطون بيهن.
لو الباشا تاكله الصبح، اكو كائن حي ياكل راس كائن حي اخر الصبح؟ لا، وتشهي دور عيون. اعوذ بالله، شعب غريب يا اخي. بس لحظه لحظه، هاي من هي القناه اللي تنتقد الحكومه؟ شو بالله كم الفيديوهات؟ الحقيقه يعني انا اعتقد انه في الوزاره السابقه لا توجد ازمه. لماذا في هذه الوزاره وبعد تعيين الوزير الجديد حدثت الازمه بعد شهر من 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 تعيين الوزير الجديد؟ اذا هناك عدم وجود تخطيط موعي في وزاره النفط. الحقيقه هذه الازمه ما يحتاج احنا في كل سنه هو نفس الوقت المر، لكن ماكو ازمه الان، الازمه موجوده. يعني فشي يعني غامض والله، ايش اقول لك يعني؟ زين يعني هو الغاز كان متوفر، هسه هاي ايش قصار هي 10 سنوات 8 سنوات والغاز متوفر؟ زين ما تعرف شنو الموضوع، يعني فجأة الغاز انقطع. شنو هالصدفة؟ الغاز كان متوفر بالثمان سنين الفاتت؟ منو كان الرئيس الثمان سنين الفاتت؟ منو؟ اي يا ابو سراء، اي شنو ولاياتك هاي؟ يا سبحان الله، بس راح ابو سراء انقطع الغاز. هو كان دائما يوفر لنا الغاز بكل اشكاله، انسان منتج لغاز الميثان، ميثان لو نافريه. كتاب عمو صباح، والله ما عليه، والله هو الكتاب قريته، خليه هنا يفيدنا. اوكي، ابو اسراء كان كل ما يطلع بالتلفزيون يرفدنا بكميه من الغاز تكفي لسته اشهر. اللقاء ابو الساعه تريلتين، مؤتمر صحفي مصفى بيجي. اما خطبة الوداع اللي طلعت على قناة افاق فكانت قطر صراحة، يعني قطر سريع الاشتعال. خلينا سريع نعرف شنو كان الرد الحكومي على ازمة غاز الطبخ. كل ازمة ما عندنا الحمد لله وشكر، يومية جاي نضخ 2000 دبة من قبل مدير المحمل ومن قبل مدير الفرع. ولكي يطمئن المواطن البغدادي، وأنا عد كلام إن شاء الله خلال اليومين المقبلين سوف يتم القضاء على ما يسمى الأزمة حاليا، هي أزمة مفتعلة وليست أزمة حقيقية. ماكو ما طولت، رأسا أخذت وجبت. يعني أنا الناس الواقفة كلهم ضرب بروتو شاربي إن شاء الله. الله يخليك، الله يخليك، الله يمكننا على خير الخير. عراقي 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 وأفتخر بك إن شاء الله. شاربك يعني إن شاء الله، إن شاء الله تكون قدة ودود. مو هي هاي المشكلة أستاذ، إنه إحنا بشاربك وفعليا أنت جالطهن، فالسالفة اللاصت يعني. هسه اسعار دبات الغاز تراوح من محافظة المحافظة شكل، اكو مدن مو محافظات، مدن بيدبات الغاز ب4، واكو مدن ب20، واكو مدن ب100,000 مثل فلوجة والموصل. زي الفلوجة والموصل مثلا، انت هنا على من راح تشتكي؟ وين تروح؟ للخليفة؟ زين هو متي رجال بالساعات؟ هسه وش نسوي لك هسه؟ يعني شو نسوي هسه؟ هسه وين نروح؟ الناس شو تسوي هناك يعني؟ بس اكو ملاحظة ما حد منتبه لها يا جماعة، وهي معاناة الدبة نفسها. احنا كأول برنامج عراقي عربي قدر يلتقي بإحدى دبات الغاز ويحصل معنا حوار تلفزيوني، هم دائما يرفضون هذا الموضوع. مشاهدينا فلنستمع سويا لقصة إحدى دبات الغاز ومعاناتها بالعراق. معنا على الهواء مباشرة أخت قنينة اللي تحفظت عن ذكر اسم العائلة. أهلا بك قنينة الغاز. ست قنينة تفضلي، شنو معاناتك؟ أنا بالعراق كلش متعدية، قبل ما اوصل للبيت يجيبوني بزفه وطن طن 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 وما اعرف شنو. ابو البيت اول ما يجيبني يصعدني وينزلني، يصعدني وينزلني، شوفني ثقيله لو لا، وراها يقعدني وما احس الا وطج يفوتون بي المنظم ويبدون ياخذون غرضهم مني، وعلي من اتعب ينوموني وهم يظلون ياخذون. بس مو هاي المشكله، والله مو هاي المشكله، المشكله انه من اخلص انا ونايمه يستلموني دفرات برجلهم. والمشكله اقول لهم يابا كافي كافي، مو والله خلصت، ماكو مصرعين دفرات، واكو قسم يحبون ياخذون مني جو المي وحار. استاذ اخر مره استاذ حطوني بنجانه وقدام العالم. نتمنى من حقوق الدبات انه يراعون مشاعركم ويساعدوكم. لا 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 لا، دخل احكي لك ذاك يوم شلون قبطوني غاز. ماكو داعي، شكرا شكرا جزيلا، وصلت الفكره، شكرا جزيلا، ان شاء الله تحسن اوضاعكم. اما بالنسبه لاوضاعنا فبلدنا دائما يعاني من مشاكل وازمات، يعني اكو بعض الشخصيات تخلق هاي الازمات وورش كم يوم تخلق الحل مالتها سبحان الله بس على حسابنا.
فلا تستغربون اذا بعد كم يوم سمعتوا بالاخبار انه استوردنا غاز بكذا مليار دولار من الدوله الفلانيه، مثل ما استوردنا كهرباء وبنزين وجوز حتى مي. ورساله لهذول الشخصيات، شو وقت تشبعون اقلها حتى نجيب لكم 7 داينز. نلتقيهم حق قادم ان شاء الله في مولا. يا 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 قصة حبنا يا 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 ري يا 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 قصة حبنا يا 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 ري يا في عفني يا بدات شنو انت ما عندك خوات تريد تاخذني جوا البيت وتقفل علي تريد تحطني بالصندوق تفرفر بي بكل السوق تدري كل هاي الشغلات مرت علي وروح أمي أنا كلش قصدي شريف ترى كيوت وكول ولطيف أنا مو ذاك شاب السخيف أشيلش وشمرش على الرصيف أنا أنقذتش من على أبو الأفران يسحسل بيتش بكل مكان لا تحسين وياي بالأمان ما ضربش على راس مثل أبو الأحصان شو أنت كلش قديم هاي من كنا بخامس جيم والجولة كانت زعيم تفيك علي عبالك أنا على الدين ترى هاي قبل 10 سنين هسه سعري بالـ90 ويوصل الـ100 يا 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 كلنا دبة يا 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 كلنا دبة يا 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 لطشنا كلش يا يا لطشنا لا 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 لا